عن كور صغيره من الشوكولاته ومتغلفه بالبندق. تعال نشوف كويرات الشوكولاته بالبندق، كويرات الشوكولاته بالبندق. عندي كوبايه ونص من الجبنه الموتزاريلا، كوبايه من الحليب المكثف المحلى، كوبايه من الحليب المكثف المحلى. عندي كمان معلقتين من الكاكاو الباودر، معلقتين من الكاكاو الباودر، وعندي حوالي كوبايه من البندق المجروش. يعني ايه بندق مجروش؟ يعني بندق خشن، ما بضربوش في متحمص طبعا ومتقشر، ما بضربوش في الكبه عشان ما يبقاش باودر خالص، حتى بعد ما بكسره بالشاكوش كده او بالسكينه باخده عشان انخله عشان يطلع منه الحتت اللي هي تبقى ناعمه اللي هو الباودر. يعني هقول تاني المقادير عشان تعملوا الكويرات دي حلوه قوي. اول حاجه عندي كوبايه ونص من الجبنه الموتزاريلا، وكوبايه من الحليب المكثف المحلى، معلقتين كاكاو، وشوكولاته سايحه بارده بيضه، شوكولاته بيضه، اي كميه بقى من الشوكولاته البيضه سايحه بارده. تاني مقادير بسيطه قوي سهله قوي، طعمها حلو قوي، لان نسبه الملوحه الموجوده جوه الموتزاريلا مع اللبن المكثف والشوكولاته هتديكوا كانكم بتاكلوا شوكولاته سويسري، يعني حاجات من اللي هي المستورده، طعم شويه مزز على طعم حلو على حاجات كده، كونتراست حلو قوي، وخصوصا لما تتغلف بالبندق المجروش. تاني عندنا كوبايه ونص اهي من الجبنه الموتزاريلا، كوبايه من الحليب المكثف المحلى، ومعلقتين كاكاو. هناخد الثلاثه مع بعض، الثلاثه مع بعض نحطهم في كازالونه، كازالونه تكون كمان ما بتلزقش. يعني ايه ما بتلزقش؟ يعني ونحط عليها على طول الحليب المكثف المحلى، وبعدين نحط عليها كمان ايه؟ الكاكاو. يبقى الثلاث مكونات دول مع بعض، الثلاث مكونات مع بعض، الموتزاريلا مع الحليب المكثف مع الكاكاو، ونقلب تقليبه كده قبل ما نحط على النار، ونروح على نار هاديه علشان تتجانس مع بعضها وتسيح. شايفين؟ تعالوا نروح هناك بقى، وهنفضل نقلب لغايه ما تسيح معايا، وبعد كده هحطها في بوله عشان تبرد. لازم قبل ما اعملها كور تتلج. يعني ايه؟ لازم قبل الحلو بتاعنا ده او الشوكولاته دي لازم تسيح الاول. شايفين لسه قطع الموتزاريلا زي ما هي، هفضل اقلب فيها كده لغايه ما تسيح معايا خالص، وبعد كده اخدها احطها تبرد. لازم تبرد خالص عشان اما اجي اقطعها بايدي واعملها كور تبقى سهله وتتكور معايا. ادي كل المقادير اهي اهو، ما انت اللي فاجئتني بقى. يا رب. هو ماله؟ لا، الف سلام عليه، الف سلام. شايفين بقى حطينا هنا الجبنه الموتزاريلا كوبايه ونص، حوالي تقريبا 300 جرام، تقريبا من 250 ل 300 جرام. وعندنا كمان معلقتين الكاكاو حوالي 40 جرام، وكوبايه الجبن الحليب المكثف، يعني العلبه العبوه نفسها كلها على بعضها زي ما تطلع بقى، لان كثافتها بتبقى اعلى شويه. اهو بدات، شايفين تسيح اهي، ما تقلقوش بس مع التقليب ما تسيبوهاش علشان ما تلزقش في الارضيه. اخبار الطاجن ايه؟ شايفين؟ نفضل نقلب كده لغايه ما نحس ان خلاص الموتزاريلا ساحت خالص ودابت جوه الحليب المكثف والشوكولاته والكاكاو. خلاص كده هرفع من على النار، بس هقلب شويه، لا هقلب شويه بره، لان مش محتاجه درجه حراره ثانيه عاليه، نسبه الحراره الموجوده جوه هي اللي هتسيح الباقي عندي. شايفين بقى؟ ادي الخليطه بلاك. اهو شايفين؟ ده شكلها. تاني واحدة بعد ما خلاص كده ساحت كلها مع بعضها اهي، هنسيبها تبرد. فلما تبرد هتعمل ايه؟ هتبقى بالشكل ده، علشان انا عامل جزئين، هسيب دي تبرد وهتبقى بالشكل ده. شايفين اهي متجمدة اهي، بس طبعا علشان خاطر انا عارف ان هي ممكن تكون دقيقة لانها فيها مادة لزجة اللي هو الحليب المكثف،
فلازم نلبس كده جوانتي وندهن ايدينا بزيت خفيف عشان تطلع معانا الكور الصغيره دي. هقول تاني اهو، بعد ما بردت انا عامل طبعا كميه تانيه هنا، بس عاملها كويرات. شايفين؟ ناخد كده القطع دي نعملها كور اهو، شايفين اهي صغيره كور اهي، ونحطها جنب بعضها كده. وبعد ما نكور كل القطع ناخدها نغطسها فين؟ في الشوكولاته البيضة. وبعد ما نغطسها في الشوكولاته البيضة ناخدها ندحرجها في البندق المجروش، هتبقى احلى من اللي انتوا بتشتروها من بره. مش عايزين نقول اسماء ليه، لان فيها طعم مختلف ونكهه مختلفه، حاجه جديده هتستعملوها لاول مره اهو. في اسماء عالميه، عالميه ايوه، دي بتبقى غاليه، احنا بنعمل لكم حاجات بسيطه قوي اهو. ممكن لو انتوا عايزين تغلفوها من بره بجوز هند غلفوها بجوز هند، عايزين تغلفوها من بره بالكاكاو غلفوها بالكاكاو، عايزين تحشوها بندقايه محمصه احشوها. انا بقول لكم افكار، انتوا تعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، يعني انتوا اصحاب الشأن في النهايه. بعد كده بعد ما عملناها كور كده كلها هناخدها نغطسها في الشوكولاته وتطلع تتدحرج، وهي الشوكولاته سخنه لسه او دافيه، تتدحرج فين؟ في البندق الموجود عندنا ده اهو. مجدي كان عندنا اتصالات، كانت سألت على حاجه ليه؟ ايوه حاجه تانية هنا، جنيه هنا بقى الشوكولاته البيضه، ممكن تكون شوكولاته سوداء لو حابين، يعني ممكن تكون شوكولاته بني لو انتوا حابين، لكن الشوكولاته البيضه هتديها شكل وطعم مختلف. ناخد القطع بتاعتنا ننزل اهو واحده بواحده ونطلعها بسرعه، ننفط كده ننزل كل الزيادات اهم حاجه اهو، وناخدها نحطها فين؟ على البندق. ناخد واحده تانيه، الحركه دي بتاخد معايا كميه من الشوكولاته، ولازم كده اخبط كده عشان انزل الزيادات اهي. ناخد واحده تانيه اهو، ونحط هنا ونقلبها كده. شايفين الحركه اللي انا بعملها دي؟ بتخلي الكور بتاعتنا تلم اكبر كميه من البندق المجروش، ويطلع في الاخر شكلها اهو. ناخد التانيه اهو، اهو نجيب كمان واحده اهو، ونعمل واحدة آخر، يعني هوريكم واحدة تانية قبل ما ناخد الفاصل بتاعنا، نحطها نغطسها ونخبط كده لغاية ما نصفي كل الشوكولاتة، وناخدها ندحرجها في البندق، ونكرر العملية لغاية ما نخلص كل الكمية اللي عندنا دي أهي. بالهنا والشفا.